الصبر هو انك تحبس نفسك من انها تجزع، والصبر ليه ثلاث اشكال: صبر على طاعه الله بانك تطيع اوامره، وصبر عن المعاصي بانك تبتعد عن اللي حرمه ربنا سبحانه وتعالى، وصبر على قضاء الله وقدره، وده بيكون عند البلاء. ولما هنتكلم عن الصبر فلازم نذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه معلمنا وقدوتنا، ويشاء الله ان كل ابتلاءاتنا مجمعه كامه محمد صلى الله عليه وسلم لازم يصيب النبي منها حاجه، يموت له 7 عيال ويموتوا في اعمار مختلفه مش مره واحده. يفقد اللي عنده 2 سنين، ويفقد اللي عندها 30 سنه السيده زينب، ويفقد اللي عندها 23 سنه السيده رقيه، ويفقد ام كلثوم وهي عندها 35 سنه، وبعدين في اخر عمره يجي له ابراهيم فيفرح بيه قوي، وياخده ويروح للصحابه ويقول لهم انظروا ده ابني ابراهيم، وبعدين يموت ابراهيم فيبكي سيدنا النبي ويقول لبيك وسعدي والخير كله بيديك والشر ليس إليك. سلم لله ورضي وصبر صلى الله عليه وسلم عشان تكتمل المسيرة، وتموت زوجته الحبيبة السيدة خديجة، ويموت حبيبه حمزة ويبكي عليه، يربط على بطنه حجر من شدة الجوع رغم انه معاه فلوس بس عشان يصرف على أمته وعمال يصرف على الناس، يتهم في عرضه ويتقال على مراته انها كذا وكذا السيدة عائشة، ويتقال عليه كذاب ومجنون وساحر، ويتقال عليه مزمم، والصحابة يزعلوا ويقول لهم انما يشتمون مزمما وانا محمدا، بيشتم واحد تاني. سيب ارضه ويهاجر غربة بعيدة عن بلده، ومع ذلك ما لقيت رسول الله الا مبتسما في وجهي، كان يأتي في وجه رسول الله فأنظر إليه وأنظر للقمر، فلوجه رسول الله في عيني أجمل من القمر. جميل قوي سيدنا النبي، ومظاهر ومشاهد الصبر في حياته كتيرة قوي، وواجب علينا كلنا نقتدي بها في حياتنا علشان نمشي على خطى محمد عليه الصلاة والسلام اللي جه الدنيا دي رحمة للعالمين.